في الفصل الثالث من العام 2015 طالبو اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بلغ عددهم 400,000 و13,800 لاجئ، أي ضعفي عدد طالبي اللجوء المسجلين في الفصل الثاني من السنة. هذا ما ورد في تقرير للمكتب الأوروبي للإحصاءات. غالبية طالبي اللجوء هم من السوريين، يليهم الأفغانيون ثم العراقيون. البلدان الأوروبية المقصودة بشكل أخص من أجل اللجوء هي ألمانيا، المجر، السويد، النمسا وإيطاليا. الاتحاد الأوروبي قام بعدة إجراءات تطال المجر بفعل تبني الدولة المجرية للقوانين التي تحد من إمكانية استقبال اللاجئين، لكن المجر لم تعلق العمل بما أقره برلمانها من قوانين خاصة بالهجرة، مما دفع العديد من اللاجئين إلى مغادرة الأراضي المجرية. يبقى أن للحكومة المجرية مهلة شهرين لتبليغ موقفها من مقررات المفوضية الأوروبية الخاصة بالهجرة.